السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم شباب صغير، جانا فيديو جديد وحلقة جديدة عن برلمان. الجلسة السادسة استضافوا فيها الإعلام الشهير جوشو يوسف حسين، خربط اسمه كتير لأنه اسمين، هذه يوسف الحسين ولازم يكون اسمه هو يوسف حسين. بهاي الحلقة استضافوا وحكوا معه. صراحة راح أشوف نشر التعليقات اللي حفتها قدامكم وهلا نعلق عليها ونشوفها كليتها قدامكم، لكن في مشكلة مهمة أنه أنا ما بتابع، تمام؟ أنا ما بتابع لجو شو صراحة، فلذلك راح تلاقوا هاي الحلقة أتوقع باردة وقصيرة إن شاء الله، بس في كم نقطة مهمة نحكي عليها اللي هي نشد فيها مثل ما يقول يعني فرح صراحة، أثبتت مدى معرفتها وقوتها بالأسئلة صراحة. يعني أي شخص ممكن يعني أنا بدي أفكر إني أسأل أسئلة، يعني هي ما شاء الله مفكرة أكثر مني، والأسئلة ممكن خطرت ببالي أو الأسئلة اللي خطرت ببالي هي سألتها كلها. المهم بهذا الفيديو رح نحكي إن شاء الله تعليقات وشوش مكتوب وش هالناس حكت عليها وش علقت، وخصوصا جميلة إيش حكوا عليها بسبب إنه ردة الفعل إجت عليها إنه اعتبرتها إنه هي إهانة لليمن، لكن نشوف الناس إيش علقت وردت. هل غير نبلش؟ طبعا أول شيء بنروح على الحلقة اللي هي اسمها استدعاء جوشو، تمام؟ إحنا ما رح نسمع الحكي إيش حكى. طبعا هو بس علق الشب حكى إنه يعرف هو كان استجواب أو لا لازم يكون استجواب، هو استدعاء. المهم هاي المصطلحات السياسية أنا ما بحب أدخل فيها كتير، لأن دول السياسيين بحسهم يعني يا تحسوا بيضرب عنده سقف عالي جدا، خصوصا كان عنده الحرية، سقف الحرية كتير عالي، وفي ناس وحسب ما حكيت يعني فرح شباب الله جد حكيت كلام جميل جدا، إنه صار يعني مبتذل، شيء بيتكرر، ما عاد في شيء كرياتيف أكتر، يعني نفس الحكي صار ينعاد ونفس نفس النكتة صار يستخدمها. فلذلك نحن ما رح نوجع راسنا، رح نروح على قسم التعليقات بشكل مباشر. تمام، طبعا بلش بأول مشكلة رح نحكي عليها، وهي ما رح أحكي عليها لأنه لازم نحكي عليها لأنه هي حكي عليها. المهم الصوت خيو وأنا مالي أحسن منهم بعرف، خلاص مرقوها بس لازم نحكي أول طريق للي إيش أسوي لكم. المهم صراحة كانت فرحة كتير موفقة وشفافة وملامسة لمطالب الشعوب العربية لاستدعاء يوسف حسين. حسين ولا حسين؟ يعني عن جد ما في حدا مثل الشعب والجمهور العربي مثل فرح، كانت كتير موفقة، كل التساؤلات اللي طرحتها يشترك فيها جمهور يوسف. ما بعرف يعني أنا أشبه مني إذا كانت العربية تابعة للجزيرة ولا ما يتابعة للجزيرة، أنا أشبه مني بهالنقطة هاي. أنا بدي يحكي يا كلمة حق يا ما يحكي كلمة حق ونقطة انتهى. والله جماعة العربية يعني بشوفهم العربي، عفواً العربي مو العربية، جماعة العربي بومبستيكين، جماعة ذهب يحكوا الكلمة دغري، منهم مشهورين بس تحس انه متعوب بشغلهم. التعليق اللي بعدهم، أعضاء مخيبين للآمال جايين بدون ما يحضروا، أسئلة ضعيفة، الوحيد اللي تبرد القلب هي فرح، شكرا لجرأتها، شكرا لجرأتك، شكرا لجرأتك، شكرا لجرأتك، أيوة شكرا لطرح قضية اليمن، ويا جميلة ليتك ما تكلمتي تنتقدي فرح وهي مهمتها بقضيتها بقضية الأولى. إيه هذا هيك شوي مركب قواعدين، يعني إنه هي أساسا قضية اليمن، لازم أنت يا فرح أنت يا جميل حكي فيها. المهم أنا ما بدي أكمل حكي كتير صراحة، وجميلة فيها شيء اليوم هي بتقول حرب اليمن مش هزلية، كلام صحيح، كلام صحيح. المهم خيو ما راح نكمل لكم الحلقة، أنا الحلقة حسيتها شوي باردة وما فيها الشيء صراحة. حلقة هذا الأسبوع كانت ضعيفة ما فيها شيء، بس كل ما هنالك يوسف حسين إجا حكى، بس شفت برا الجلسة حكى نقاط جدا مهمة اللي هي أنه هاي البرلمانات الافتراضية عم بيتم فيها مناقشة وعم بيصير فيها شوية منافسة، يعني بالبداية ما في منافسة مثل منافسة لأنه كل واحد ساتون في بعض الأعضاء ضعيفين صراحة، مستقبلا ممكن نشوف إن شاء الله أعضاء جدا قويين متمرسين ومتعلمين وفهمانين ودارسين وفهمانين القضايا بشكل أكبر، وممكن يتناقشوا بشكل أقوى بالمستقبل. بس ولكن هو حكى انه هاي اللفتة كتير حلوة ممكن نشوفها مستقبلا بالبرلمانات يبلشوا يتبارزوا اكتر، يعني تكون هاي محفزة لهم حتى يبلشوا يدول الدولاب يعني يبلشوا يشتغل. فلذلك بس يكون هون وصلنا نهاية الفيديو، نعتذر عنه هذا الفيديو قصير بس ولكن هذا الموجود ايش بدنا نعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي، تصورونك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله الساعة 6 اذا ما غيرنا الوضع يمكن زوينا لـ 8 وبعد ما بعرف. المهم باي باي.